تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. فريق الوطن المغربي حقق إنجاز غير مسبوق، طبعا الصعود إلى منصة التتويج في الألعاب الأولمبية حدث تاريخي، نوع رياضي آخر تضاف لرياضة ألعاب القوى والملاكمة. كرة القدم توجت بالميدالية البرونزية. صحيح أنه هذا الفريق هذا عندنا الميدالية اللي يستحق هي الميدالية الذهبية. وعلاش غنقول الميدالية الذهبية؟ لأنه المردود ديال الفريق الوطني في طيلات هاد المنافسات مردود عالي وعالي جدا. يمكن نقول بأنه اكتشفنا فريق آخر، فريق جديد. قبل ما نقول فريق آخر نقول فريق جديد بأسلوب جديد. تذكروا جميع أنه في المقابلة الأولى نهار الأرجنتين كنا نقول بأنه الأرجنتين واللاعبين بالحماس ديالهم داروا مقابلة كبيرة، ولكني الأسلوب ديال اللاعب اللي هجوا في المقابلة الأولى هو نفسه في الثانية، نفسه في الثالثة، نفسه في الرابعة، نفسه في الخامسة. صحيح كان اللي غيقول بأن كاين ملاحظات في المقابلة ديال إسبانيا كنا نربحوها، صحيح أنه كنا نربحوا هذه المقابلة، ولكن كرة القدم هي هذه، فيها بعد بعض شي أمور ما تكونش داخلة بالحسبان. يغيب لك غير لاعب بحال كيما غاب بالخنوس في المقابلة ديال إسبانيا، وقع واحد النوع من 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 الارتباك في الوسط، وقلت المردودية ديال اللاعبين ديال الخط الأمامي لا الزنزوري ولا أخوماش، وهذا هو اللي خلانا أنه ما كانش عندنا فعالية في هذيك المقابلة. ما غنرجعوش دابا الآن يعني نرجعوا نتذكروا على الأمور اللي ضاعت، ولكن تذكروا على الأمور اللي يمكن نقول بالنسبة لي أنا ربح كبير. ربحنا بدليل ربح كبير جدا، بدليل نحاسب على الأولمبية في كرة القدم، مش حاجة اللي سهلة، ولكن الربح الأكبر هو هذا الفريق، هاد اللاعبين. ولما كنت نقول هاد اللاعبين تيستمتعوا وتيلعبوا، راه اللاعبين ديال كرة القدم الآن في هذا يعني في التطور اللي عرفته الكرة، اللاعب خصو يلعب تحت الضغط، اللاعب خصو يلعب مرتاح. إلا ما كانش مرتاح صعيب أنه يبدع، واللاعب اللي تيبغي يبدع خصو يكون متحرر من جميع القيود، يخاف ما يخافش يخسر، يخسر المقابلة، يخسر الكرة. يعني ما تنقولش بأنه خصو يلعب متهاوي، لا، باش يمكن له يبدع خصو يكون يعني حاسب راسو بأنه غادي واحد العملية يمكن لا تنجح يمكن لا ما تنجحش. لاحظوا مثلا نعطيو مثال غير بالجزوري، انا باقي ما هضرتش على المقابله وتنهضر على هذا الفريق ككل، لانه اللي كنهضروا عليه هو فريق ككل ماشي مقابله في حد ذاتها، لان الربح ديالنا حنايا هو الميداليه الذهبيه، الميداليه النحاسيه صحيح، ولكني راه الربح الكبير هو هذا الفريق هذا اللي هو المستقبل ديال الفريق الوطني ديال كره القدم الوطنيه. فقلت هاد اللاعبين هادو اللي بينوا على انهم عندهم امكانيات، وامكانيات هائله جدا، اسلوب ديال اللعب ما تيتغيرش. إذا ما علينا إلا نكونوا متفائلين. ولاحظتوا بأنه قلت بأن هذا الفريق يستحق منصة التتويج. صحيح أنه يعني كنا بغينا تكون أكثر، ولكني حنا هذا الفريق عاد كشفناه. ما يمكنش نقول بأنه هذا الفريق شايف منه مرارة وعرفنا كيفاش يلعب. لا، هذا الفريق هذا بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، هذا فريق جيد بالنسبة لنا كاملين. إذا كشفنا لاعبين يمكن نقول بأنه الأمور ستتعقد بالنسبة لوليد الكراكي. علاش؟ لأنه الناس خذوا فكرة أنهم هذو لاعبين من مستوى عالي وبإمكانهم يلعبوا يعني في مستوى عالي أيضا. يعني ممكن تقول هذا الفريق هذا تضاف له بعض العناصر وهو فريق متكامل، شارت أن بنفس بهذا الأسلوب. إذا باش نرجع لهذه المقابلة، المقابلة ديال مصر ما كانتش سهلة، المصريين ماشي سهلين، راه وقفوا في الحلق الفرنسيين، ربحوا في الشوطين الإضافيين، راه كانوا رابحين، وراه حتى الآخر عاد تعادلت فرنسا باش نكونوا متفقين، وانتصروا على اسبانيا بجوج واحد. هذه هي كره القدم، شوف السحر ديالها. حنا غلبنا حنا يعني المصريين غلبوا الاسبان، والاسبان غلبونا، حنا غلبنا المصريين. شحال غلبناهم؟ 6-0. 6 راه ماشي حاجه سهله، 6 راه ماشي غنقول فريق ضعيف. حنا تنشوفوا الفريق اللي ربح الباراغواي ويعني ودار دوره من اروع ما يكون، وكانوا تيأملوا على انه يمشي بميداليه يعني النحاسيه. باش نرجع دابا للمقابله، المقابلة أولا عرفت العودة ديال ديال اللاعبين الأساسيين، وفي الوقت اللي قلت فأسف هذه المقابلة عرفت الغياب ديال العزوزي لسبب الإصابة، وكنا تنشوفوا كيفاش غادي يكون الرد أو كيفاش غيكون المردود ديال النقاش في هذه المقابلة. المردود كان طيب، فريق لعب بشكل جيد، ما تجي حتى شي هدف،
برغم انه كنا تنقولوا بانه كاين واحد الخلع على المستوى الدفاعي، فريق كان صامد ما خلاش الفرصه امام يعني المصريين، بحيث انهم باستثناء الفرصه الاولى اللي جات من بعد الفرصه الاولى اللي خلقنا احنا مع بدايه المقابله جاتهم فرصه، فما تنظنش بانه يعني المرمى ديالنا كانت مهدده بشكل كبير، لا لانه راجع الاسلوب الطريقه باش نلعبوا، تناخذوا الكره تلعبوا ما تطلقوها شيء، هذا هو السحر ديال الكره، وهذا السحر ديال القوه ديال الفرق التي يكون عندهم لاعبين عندهم مهارات، ما تعطيش الكره للخصم، الا بغى ياخذ خصو يتعب من اجلها. اذا هذه المقابله هذه البدايه التحكم في الكره، حنا متحكمين في الكره، يعني صحيح انه المصريين بغاو يطبقوا الخطه اللي كنا كنطبق المغرب في قطر، انهم ما تيديروش الضغط على حامل الكره، تيكون واحد اللاعب او جوج يرجعوا كلهم للخلف، تيخليونا حنا نقلبوا على التفوق العددي من الجهه اليمنى او من الجهه اليسرى باش يخطفوا شي كره من من من, من الكرات ويقوموا بالحملات المضاده، ولكن تظهر بانه المدرب واللاعبين كانوا عارفين بانه الفريق المصري سيلعب بهذا الاسلوب. الفريق المصري يمكن تاثر بالخروج ديال زيزو لانه كان لاعب ديال وسط الميدان هو المحرك الاساسي ديال الفريق، لانه من بعد واحد الحمله اللي نهاها بقطفه فتصاب وخرج وتعوض. غنرجع للفرق ما بين فريق وفريق. الفريق الوطني المغربي راه بحاله بحال الفريق يعني المصري بالنسبه يعني اللاعبين او التنظيم ديال الفريق راه تقريبا نفس الاسلوب، تيبغوا يلعبوا بنفس الاسلوب. فين كاين الفرق؟ الفرق هو في الجوده ديال اللاعبين والجوده ديال العمليات الفرديه. هنا فين كاين التفوق ديالنا، بحيث انه لما غتشوف الزلزولي تيعاود كره بنفس الطريقه باش جل اللوبه اللي فات، طريقه بنفس الطريقه تيسجل. اذا مثل هاد اللاعبين اما تيخشي مره مره الا ضيع كره ولا دار شي مقابله مزيانه شي غنقول بانه هذا لا غير صالح. هادو لاعبين عندهم مهارات، وتنقولها دائما اي لاعب عنده عقد مع فريق محترف في وفريق عنده اسم فالتوظيف ديالو هو اللي تيبقى خاص، اما اللاعب سيكون واخد الشهاده على انه لاعب بالمستوى العالي. وهكذا الزلزولي هو بين هو مول التمريره ايضا ديال رحيمي والتواضع ديال رحيمي. رحيمي ماشي فقط غير هداف ولكني لاعب مشاكس وتيدخل معه في العمليات نفس الاسلوب، ما واش لاعب تيتسنى توصل الكره داخل المنطقه ديالها، تيبحث عليها تيقلب عليها. اذا هاد النوعيه ديال هاد اللاعبين يمكن رحيمي يعني اللاعبين جاب لهم الله واحد اللاعب يعني هو اللي غيمكن يكون متسم ديال العمليات اللي غيقوموا بها، بحيث انه انسجام حاصل بشكل كبير بين اللاعبين والشيء اللي خلق المتاعب للفريق المصري. ايضا عندنا على مستوى الميدان صعيب تهضر على لاعب يعني غير لعب بوحدو، ولكن لما تيبان شي لاعب عنده شي مميزات تنبغي ندير له اشاره. ريتشاردسون تيلعب يعني متحرر، شي متحرر تيلعب بالاحساس ديالو، تيلعب بالكره اللي خصو يدير خصها دار. راه اي لاعب، وهذه هي الامور اللي خصها توصل للاعبين كاملين، اي لاعب تيقول ما نديرش هذه العمليه وما نديرش هذه، خايفه تضيع ليا وخايف تمشي ليا، صعيب. الكره تبغي المغامره، ماشي المغامره على مستوى الدفاع، المغامره في بناء العمليات. خاصك يكون عندك لاعبين تيديروا محاولات، حيت ما تنظنش بانه كاين شي لاعب اللي غيدير المحاوله الاولى تنجح والثانيه غتنجح والثالثه غتنجح، ما يمكنش كره القدم ماشي هذه، الكره تبغي انه الانسان يعني اسيستي كما تنقولوا، خصو يلح الالحاح العمليه الاولى والثانيه، ولكن حتى الجروح خصو يساعد انه اللاعب لما تيبغي يدير واحد المبادره راه ماشي من باب انه كما غنقولوا تيقلب على انه يدير كما تنديروا حنا باللغه ديال كره القدم زواق، لا، هذيك محاولات ما تفشل تنعاودوا من جديد. اذا هذا هو اللي خصنا نفهموا بانه اللاعبين المبدعين تيديروا هذه المحاولات، مره كما تنقولوا تنجح مره تتفشل. اذا تبين لي الان اننا عندنا فريق لاعبين تيلعبوا ما تيخافوش ما خايفينش، ما معنى ما خايفينش شيء، تيقول هي كره القدم الا ما درتش الا ما درتش محاولات والا ما غامر شيء صعيب، اللي ما غامر شيء ما غاديش ينجح. وبالتالي عندنا التنويع في الاهداف، يعني حتى ضربه خطا في 90 صراحه هذه المقابله والتفوق ديال الفريق الوطني المغربي، تفوق على مستوى البناء العمليات والتفوق على انه حدينا من الخطره ديال المصريين، بحيث ان المصريين مشى عليهم الهدف الاول والثاني والثالث وما قدروش يشدوا المقابله والفريق الوطني وشد المقابله، هذا تيبين لك بانه كاين تفاوت في المستويات ديال اللاعبين على المستوى الفردي. شي يمكن يتقال اخر اللي يمكن نقول بانه الفريق الوطني ديالنا
يمكن نعتبره ميلاد فريق جديد او نواه فريق جديد باسلوب جديد، واكد اسلوب جديد بهذا الشكل هكا، لانه هذه المباريات كلهم تيتشابهوا، اي انه ما يمكن لك تلعب بهذا الاسلوب الا كان عندك لاعبين عندهم مهارات. الا ما عندكش لاعبين عندهم مهارات فنيه بحال الشيء اللي كاين الان، كنت يقن بانه العمليه ما تنجحش. علاش؟ لانه الا ما كاينش لاعبين اللي عنده التحكم في الكره بسهوله ويمر بسهوله ويروح بسهوله، صعيب تبني هذا وتتاكد دائما تقول مثل هذه الطرق ديال اللعب كانت تلعبوا بارسلونه، لان كانوا عندهم لاعبين مستوى عالي جدا، وتتلعبوا السيتي بمستويات عالي جدا، وتتلعبوا اسبانيا ككل لانهم عندهم لاعبين جيدين. ما يمكنش اي فريق يمشي يبغي يدير الاسلوب الا ما عندوش لاعبين عندهم هذه المهارات. حنا يعني اعطانا الله هاد اللاعبين عندهم هذه المهارات، خاصنا نحافظوا عليها ونخليو اللاعبين. لما تنقول قضيه الاستمتاع راه ماشي قضيه غير هكاك، لا، اللاعب لما تيدخل المقابله ويلعب المقابله هو مرتاح خير من ذاك اللاعب اللي تيدخل هو خايف. انا خايف، خايف نضيع الكره، خايف نضيع الكره، الا بدينا نخافوا كيفاش نضيعوا الكره، غنضيعوا الكره، تيظهر لي بانه الامور ما غتعطيناش الشيء اللي بغينا. صحيح انه تنقول هذا الكلام، ولكن خاص لابد من انه الانسان يعرف راسو اش يدير، ماشي غنقول بانه ما يخافش هو انه غنرغف في داخل المرمى، لا ابدا. لا، الكرة القدم تتبغي انه الانسان يكون لاعب متحرر ويلعب بالشكل اللي تيبغي. الا لاعب مهاجم ماشي غنفرض عليه انه يدير واحد الدور دفاعي اللي ما تيحملوش، حيت كاين لاعبين اللي تقول له بانه دير الحراسه اللاصقه بواحد اللاعب تتنقص له 50% من الامكانيات ديالو الا كان هو مهاجم. وبالتالي فالتوظيف ديال هاد اللاعبين في هاد الدوره هذه كان توظيف جيد. نتمنى على انه نمشيو في هذا المسار، وهذا هو الاسلوب اللي تنبغيو، الاسلوب ديال فريق تيلعب كره القدم، لان بهذه الطريقه هي باش يمكن نحققوا الالقاب. وبالتوفيق ان شاء الله لكره القدم الوطنيه، ومبروك مره اخرى لكره القدم الوطنيه بميداليه في الالعاب الاولمبيه.